نعم، بعد عصر يوم أمس استهدف طائرات الاحتلال التركي مواقع عدة في مقاطعة الجزيرة، دعنا نقول في مدينة الحميص وريفها، أيضا في ريف مقاطعة قامشلو، أي مدينة قامشلو في الطريق ما بين مدينتي قامشلو وعمودة. هذه الاستهدافات التي جرت، وبحسب بيان صدر عن قوات سوريا الديمقراطية، جرت يعني 4 مرات متتالية، إن الطائرات المسيرة التركية استهدفت 4 مرات متتالية هذه المناطق. هذه الاستهدافات أو هذا الهجوم دعنا نقول يأتي في إطار التهديدات التي أطلقتها دولة الاحتلال التركي، وعلى لسان كبار مسؤوليها من بينهم رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان والناطق باسم وزارة الدفاع التركية، صرحوا بأن شمال وشرق سوريا، دعنا نقول الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، تستعد لإجراء انتخابات إقليمية أو انتخابات بلدية في الأيام المقبلة القادمة في 11 حزيران الجاري. هذه الاستهدافات التي أتت فورا بعد التهديدات التي أطلقوها تأتي في إطار السياسة العدائية المستمرة ضد شمال وشرق سوريا. هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها طائرات دولة الاحتلال التركي مناطق شمال وشرق سوريا، البنية التحتية في شمال وشرق سوريا. خلال كانون الأول استهدفت طائرات المسيرة للاحتلال التركي البنية التحتية، منشآت النفط والكهرباء والمياه في المنطقة، أدت لخروج هذه المنشآت عن الخدمة وفقدان سبل العيش في المنطقة. بالحديث عن الاستهداف الأخير أو الهجوم الأخير الذي حصل يوم أمس، أسفر بحسب بيان لقوات سوريا الديمقراطية عن استشهاد 4 مقاتلين للقوات كانوا يقومون بمهامهم العسكرية، أيضا إصابة 11 مدنيا كحصيلة أولى. لكن اليوم وبعد المعلومات التي وصلت لوكالتنا، كان هنالك مصاب آخر تمكنت فرق الإسعاف من الوصول له في ساعات متأخرة، أي أن الحصيلة النهائية لهذا الهجوم هو 4 شهداء من قوات سوريا الديمقراطية و12 مدنيا أصيبوا بجروح مختلفة، نقول على أثر إلى المشافي عبر سيارات الهلال الأحمر الكردي التي تعرضت أيضا لهجمات الاحتلال والاستهداف المباشر من قبل طائرات المسيرة لدولة الاحتلال. بحسب بيان وذكرتموه للهلال الأحمر الكردي، أحد سياراتهم خرجت عن الخدمة بشكل كامل جلال الاستهداف المباشر من قبل دولة الاحتلال التركي. طيب، مواقف الإدارة الذاتية، مواقف اليوم الأحزاب من هذه التهديدات، بداية قبل أن يتم الاستهداف أو هذه الضربات كان في تهديدات كما تفضلت، مواقف الإدارة الذاتية حول التهديدات ومواقفها بعد تنفيذ يعني هذه التهديدات أو هذه الضربات، أيضا الأحزاب في شمال وشرق سوريا ماذا تقول عن هذه الضربات؟ الإدارة الذاتية وأثناء التهديدات التي أطلقتها دولة الاحتلال التركي أصرت على أنها ستقوم بإجراء الانتخابات وفق نعم. سيبان، هل تسمعني؟ إذن الإدارة الذاتية بعد هذه التهديدات والضربات تصر على أن تستكمل في مسألة الانتخابات البلدية. بالطبع سنتابع في نشراتنا وبرامجنا كيف سينعكس ذلك على الانتخابات البلدية في مناطق شمال وشرق سوريا. أشكر جزيل الشكر محرر وكالة أنباء هاوار سيبان سلو، كان معنا من شمال وشرق سوريا.